المظاهرة الاحتجاجية ضد غلاء المعيشة لا تزال متواصلة في معظم مدن الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية، حيث بادرت السلطة إلى تخفيض أسعار الوقود استجابة لمطالب المحتجين، كما تسعى إلى تهدئة الوضع عبر تبني حزمة من الإجراءات العاجلة أعلن عنها هذا الثلاثاء رئيس الحكومة سلام فياض. وقف الالتزام بأية نفقات جديدة تتعلق بمهمات السفر والإيجارات والمصاريف الإدارية، وخاصة المتعلقة بالمواصلات والمحروقات في كافة المؤسسات الرسمية لحين تجاوز الأزمة المالية. تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وهو الحد الأدنى الممكن حاليا، وذلك اعتبارا من 1/10/2012. ويطالب المحتجون الغاضبون بتخفيض أسعار الوقود بنسبة 30% وفتح آفاق التشغيل أمام خريجي الجامعات الجدد، إضافة إلى إبطال العمل باتفاقية باريس المتعلقة ببروتوكول العلاقات التجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.